مشاهدينا على بركة الله، نبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم واللي خصصناها للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والمعطيات الخاصة بالجانب الصحي وكذلك التجاري والسياحي في مملكة البحرين. بنستوضح يعني كثير من الأمور والتفاصيل مع ضيوفي اليوم في الاستوديو، الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، والأستاذة إيمان الدوسري الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والدكتور علي فولاذ القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي. مساء الخير، حياكم الله. أهلا وسهلا. يمكن السؤال المعتاد يعني الدكتورة اللي يطرح عليك يعني يوميا، كيف يمكن اليوم احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا؟ كثير يمكن من الإجراءات اتخذت، ولله الحمد يعني كما يعني أكد يعني سيدي سمو ولي العهد احنا ماشيين في الخطة يعني السليمة وفي خط ثابت وصحيح. اليوم احنا كيف ممكن ان نمنع انتشار الفيروس؟ نعم، اول شيء مشكورين على هذه الدعوة ونشكر جميع القائمين على هالبرنامج وزارة الإعلام على رأس سعادة الوزير. طبعا في البداية أود أن أتقدم جزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها وتوليتها، جل اهتمامها بالأمن والصحة في مملكة البحرين. احنا طبعا بالنسبة للاحتواء ومنع انتشار فيروس الكورونا، الحمد لله طبعا البحرين خطت خطوات جدا متميزة وسباقة على نظيراتها من الدول في الاحتواء ومنع انتشار هذا المرض، والبحرين اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحمد لله يعني البحرين نجحت في ان احنا وعلى مستوى دول العالم وعلى الإقليم ان احنا يعني خذينا خطوات جيدة، وهذه بفضل الله وبفضل حنكة وحكمة قيادتنا الرشيدة وتضافر كل الجهود من جميع الجهات والفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا. من الأمور المهمة اللي يعني اللي خلتنا نقول إن نحتوي ونمنع انتشار هذا المرض هي الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي اتخذتها مملكة البحرين، سواء من عن الفحص، سواء العزل، سواء الحجر الاحترازي، سواء العلاج للحالات اللي هي أصيبت. فهذه من الأمور اللي جدا مهمة اتخذتها الجهات المعنية. نعم. بالإضافة أن احنا ما ننسى اللي هو الشراكة المجتمعية، صح، الحس الوطني، تضافر كل الجهود، جميع المؤسسات سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات أهلية في يعني أخذ كل التعليمات والإرشادات يعني بالالتزام. نعم. بهذه الأمور والوعي، الحمد لله احنا عندنا وعي سواء على المواطنين أو المقيمين، هذا ساعد على احتواء هذه الفيروس. والحمد لله احنا يعني بشهادة جميع المنظمات البحرين كانت نموذج يحتذى به. والأمر المهم اللي احنا دائما نقوله دائما يعني البحرين كانت سباقة ورائدة في شفافيتها في إصدار المعلومات. يمكن كثير من الدول يعني ما خبرت عن حتى الأعداد، صحيح. البحرين بكل شفافية تصدر المعلومات، وهذه طبعا بشكر من الله وشكر لجهودكم لوزارة الإعلام والجهات المعنية وفريق الوطني للتصدي لهذه للفيروس. نعم. فهذه كل هذه الأمور خلتنا ان احنا نحتوي ونمنع انتشار هذا المرض. نعم. وطبعا الحمد لله يعني الحين احنا ماخذين بعد خطوات احترازيه اكبر لمنعه واحتوائه بدرجه اكبر من اللي بداناها من بدايه ظهور المرض من يناير. فالحمد لله الحين يعني تكاتف كل الجهود، الحنكه، حكمه القياده خلتنا نمشي على نهج وطريق السليم، والحمد لله ان شاء الله باذن نستمر الله لبر الامان ان شاء الله، وان شاء الله يعني مثل ما تقولين هالتحديات اللي تواجهنا نقدر نستطيع ان احنا باذن الله يعني احنا عليها ان شاء الله. احنا يعني نفس السؤال يمكن استاذه يعني ايمان، الناس يسألون يعني بشكل يومي يمكن الجانب الصحي كيف ممكن نحن نحد أو نمنع من انتشار الفيروس، ولكن أيضا هناك في سؤال هام يمكن اليوم كثير من الناس تتساءل، هل هناك مخزون للمواد الغذائية كافي يكفي الاحتياجات اليومية في ظل طبعا وجود هذه الاحترازات والترتيبات يعني الخاصة بفيروس كورونا؟ الإجابة البسيطة نعم.
أكيد. في البداية الله يسلمك، أحب أشكركم على استضافتكم في هذه البرنامج المميز، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من دون سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه لضمان استمرارية تواجد مخزون الغذائي في مملكة البحرين للجهات المعنية. تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ هذه التوجيهات. سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال المؤتمر الصحفي الأخير لمتابعة مستجدات مرض كورونا كوفيد 19 ذكر هناك آليات وخيارات بديلة لموضوع المخزون الغذائي. هناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة وكذا مع القطاع الخاص حول هذا الموضوع. كان هناك اجتماع بين سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين يوم الخميس الماضي، وأيضا يوم الأحد الماضي أكدنا فيه على أهمية ضمان استمرارية حركة تنمية العجلة التنمية الاقتصادية. أيضا يوم الثلاثاء الماضي كان هناك اجتماع جمع بين سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع عدد من موردي المواد الغذائية مع عدد من شركات الغذائية الرئيسية في مملكة البحرين، تم فيها التأكيد من قبلهم على توافر المخزون الغذائي لمملكة البحرين. فإن شاء الله احنا وضعنا مطمئن إن شاء الله بإذن الله. يعني وهذا يعتقد يعني مثل وجود مثل هذه الاجتماعات تؤكد على أن هناك في يعني رقابة، في اهتمام من قبل طبعا المسؤولين للتأكد يعني من هذا الجانب، وجود أكيد المواد الغذائية هذه حاجة. وأكيد يعني احنا نشكر يعني الجهات على حرصها يعني لتأمين وتوفير مثل هذه الاحتياجات. أنتقل لك دكتور علي، لو نتكلم عن اليوم الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة السياحة بناء طبعا على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد لمكافحة فيروس كورونا. والله في البداية طبعا الشكر على استقبالنا في هذا اللقاء الجميل، بس خلينا أقدم شوي بس تفضل. مقدمة تفضل. عن دور السياحة في مملكة البحرين. طبعا السياحة في مملكة البحرين حققت فعلا نهضة سياحية كبيرة، تكللت بأن البحرين في خلال ست سنوات أن حصلت لقب المنامة عاصمة السياحة العربية. وهذه اللي حققتها طبعا من خلال مجموعة أمور قامت بها أو حققتها مملكة البحرين. أولا طبعا القطاع السياحي من سنة 2015 ل 2019 قدرنا ان الزياده في اعداد السياح سواء من المناطق من الخليج ومن الدول العالميه زاد بمقدار 14%. بالنسبه حق الليالي السياحيه في هذه الفتره من 2015 ل 2019 قدرنا نحقق 47% زياده. بالنسبه حق العائد السياحي في زيادة حوالي 37%. 2019 قدرنا نحقق 1.5 مليار دينار بحريني، أي بمعنى 4 مليون دينار سنويا دخل القطاع، دخل مملكة البحرين من هذا القطاع. في هذه الفترة الحالية طبعا هناك أكيد أزمة عالمية. بالنسبة حق منظمة السياحة العالمية تتوقع أن القطاع السياحي العالمي ممكن حوالي 25% بيكون في انخفاض، نتكلم على 50 مليون وظيفة ممكن يخسرونها القطاع السياحي العالمي، اللي هو يمثل من 12-14% من مجمل هذه. هذه عطى قيادتنا الحكيمة ممثل باللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى والنائب الأول لمجلس الوزراء، أن يقومون بمجموعة قوانين وقرارات. أولاً
وكلها قرارات بما يخص المرافق والمنشآت السياحية. اولا اللي هو الاعفاء، اعفاء بالنسبة حق الرسوم السياحية، الرسوم يعني اللي تقوم اللي تدفعها المرافق هذه لمدة ثلاثة شهور. نعم. اعفاء، وكذلك اعفاء بالنسبة حق الكهرباء والماء لمدة ثلاثة شهور. نعم. الاعفاء الرسوم البلديات، ورابع شيء اللي هو جدولة القروض إذا كانت هناك في قروض إلى آخره. هذه التوجهات اللي قامت بها حكومتنا الرشيدة تصب في توجيهات منظمة السياحة العالمية، إن اللي هو الدعم الحكومي للقطاع السياحي كل بدولة. فإحنا فعلا جسدنا هذا الأمر لدعم المنشآت ولدعم العاملين عليها. ممتاز. أرجع لك دكتورة مريم، يعني الإجراءات الاحترازية اللي تقومون فيها، هناك أيضا في إجراءات أخرى يعني تم تنفيذها وتطبيقها في المنافذ، خلنا نتكلم بشكل تفصيلي عنها لمكافحة فيروس كورونا. طبعا الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي ناخذها في المنافذ هي اللي دائما ناخذ للقادمين، سواء في المنافذ من خلال المطار أو الجسر أو ميناء خليفة، وهذه بدأناها الإجراءات الوقائية. نعم. الحين في الوقت الحالي رفعنا درجة مثل ما نقول الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومثل ما تفضل أخوي علي هناك قرارات تم يعني إصدارها من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد. نعم. من القرارات اللي اتخذت أن احنا أي مسافر يدخل البحرين يعمل له فحص ويعزل، يعني يحجر في المنزل مدة 14 يوم. فهذه قرار من اللي اتخذناه مؤخرا. من القرارات اللي بالإضافة اللي ما تفضل به أخوي علي، أن في قرار أن إحنا الناس يعني يمنع التجمعات، وهذه طبعا قرار من اللجنة التنسيقية برئاسة سيد سمو ولي العهد، أن ما يكون التجمعات أكثر من 20، وياريت بعد أن يقعدون في البيت مثل ما إحنا نقول، ويقللون من الطلعات. واليوم يمكن الكل شاف صدر قرار من ديوان الخدمة المدنية أن هناك العمل عن بعد، 50% من العاملين في المؤسسات الحكومية ممكن يعني يقومون بعملهم من البيت. وهناك وكذلك في هذا القرار أن الأولوية للحوامل، كبار السن، صحيح، اللي عندهم أمراض، المرضعة. صحيح. فهذه كلها قرارات أصدرت للمنع واحتواء هذا المرض، بالإضافة للقرارات الأخير يعني كل مؤسسات الدولة أخذت قرارات. صحيح. هناك قرار من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالنسبة حق دور العبادات. صحيح. منع التجمعات في المساجد أو في الأماكن اللي تخص العبادة. هناك قرارات تخص التعليم، الحين واقف التعليم سواء في المدارس والجامعات والتعليم العالي. هناك قرارات تخص الأندية والصالات الرياضية وبرك السباحة، هي كلها أغلقت. فهناك قرار صادر بمنع أو يعني المنع السفر إلا للأمور الطارئة. فقرارات جدا اتخذت، بالإضافة لما تقوم به يقوم به الفريق الوطني للتصدي. هاي كلها يصب في يعني الحفاظ على أمن. صحيح. وسلامة البحرين. نعم. الاحتواء ومنع انتشار هذا الفيروس. نعم. دكتورة، يعني الشيء بالشيء يذكر، طبعا انت ذكرتي ان هناك في اهتمام، هناك في اجراءات صارمة، هناك في قوانين ايضا صارمة. نعم. هناك في خطوات ثابتة وواضحة، وهناك شفافية كذلك في التعامل مع الأعداد والمعلومات اللي تم نشرها في سواء في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، هناك في خطوات جدية. مسألة طبعا يعني الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم والتطهير، اليوم هذه الخطوات لوين وصلت؟ نعم، طبعا الخطوات التطهير هاي من الامور الجدا مهمه. انت لما تقول لي ابقى امنع واحتوي هذا المرض، اذا لا يعني التطهير والنظافه احنا الشخصيه وهذه الامور جدا جدا مهمه. فقامت وزاره الصحه بوضع دلائل وارشادات تخص التعقيم. نعم. سواء التعقيم في الاماكن، في اماكن العمل، سواء على المستوى الشخصي،
على مستوى الأماكن مثلا في المطارات أو في المستشفيات في المراكز الصحية، فهناك دلائل صحية وكلها هاي تلقينها على موقع الوزارة الإلكتروني. يعني أي واحد يبغي يقول لي والله أنا الحين في مؤسستي أبغى أعقم أو عندي في هالمكان، فكل هذه الدلائل الصحية موجودة. وما ننسى دور الدفاع، وزارة الداخلية جدا يعني، وهذه فرصة أنتهزها أن أشكر معالي وزير الداخلية والفريق اللي يعمل في الداخلية في كل في موقعه. نعم. الدفاع المدني يقوم بعمل التطهير وعمل التدريب لكل الموظفين وكل من يطلبهم. صحيح. يعني على مستوى البحرين. صحيح. فهذا الشكر لهم، فإحنا عندنا هذه الأمور كلها. نعم. وجدا جدا مهم، وإحنا على طول في تواصل مع هذه الجهات. نعم. فهذه من الأمور اللي جدا مهمة، ونتمنى. نعم. أن الكل يعني يلتزم بها. صحيح. في أي مكان وفي أي موقع. صحيح. يعني فعلا يمكن كثير من الجهات مع يعني أبناء البلد الشعب المقيمين، الكل قاعد يعمل. نعم. كأن يعني كخلية نحل، الكل قاعد يعمل على قدم وساق. نعم. الكل قاعد يعمل بشكل جدي، وفعلا لأن إحنا اليوم أمام مسؤولية وطنية. طبعاً. يمكن حق الصحة والبقاء هو يعني أهم بكير. أهم حق. في أيضا في استفسار يعني آخر يمكن دكتورة مريم، كثير من الناس يتسائلون عن يعني أخبار المتعافين من بعد. نعم. خروجهم طبعا من العزل أو من الحجر من بعد ما تعافوا، يعني كيف يتم التعامل معهم؟ طبعا الحمد لله احنا عندنا فريق طبي وعلى أعلى المستويات، ويطبق كل البروتوكولات حسب المنظمة للوقاية والعلاج والمتابعة. نعم. فنحمد الله يعني ونشكره، وهذا يمكن أفرح جميع المشاهدين والمستمعين، إن إحنا لحد اليوم خرج من المراكز العزل والعلاج 100 كان إصابة. نعم. والحمد لله خرجوا من هذه المراكز وصحة سليمة ومتعافين. يعني الحين أنا اليوم حسب الإحصائيات اللي كنا اليوم نناقشها، كان عندنا 161 حالة في هذه المراكز العزل، ومعظمها حالاتها جدا بسيطة، يمكن 4 حالات عندنا يعني تحتاج حق علاج وتدخل، أما بقية الحالات كلها طبعا بسيطة، ويمكن وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء. بالإضافة في الحجر الاحترازي تقريبا إلى اليوم طلع من الحجر الاحترازي 206 حالات، فهذه بشرنا يعني بالخير، وأطمن الناس. يعني الناس خايفة هالأيام، إحنا نقول الحذر واجب. نعم. والإحتراز واجب، لكن ما نبغي الخوف، يجب أن أنت تمشي تلتزم بالتعليمات. نعم. نتمنى من الجميع، في قرارات اتخذها يعني قيادتنا الرشيدة وكل الجهات الرسمية، فإحنا ما نبغي من الفرد والمجتمع المقيم في البحرين والمواطنين أن يلتزمون بهذه القرارات. مهم أكيد. والحمد لله يعني إحنا نمشي في خطاي. اليوم كنا نناقش موضوع الشفاء. إحنا في البحرين أعلى دولة فيها نسبة الشفاء على مستوى الخليج، يعني 36% شفيت من الحالات. الحمد لله. فالحمد لله، وهذه بفضل من الله، بفضل الحنكة والحكمة. صحيح. لقيادتنا. صحيح. الإجراءات اللي ناخذها. صحيح. الطاقم الصحي والطبي، التضافر الجهود. صحيح. كل الجهات، يعني أنت تفضلت أختي هيا قلتي كلنا احنا يعني في البحرين، ترى صج احنا على قلب واحد. الحمد لله رب. وهذه البحرين وتستاهل كل يعني مثل ما نقول نقطة عرق الواحد يعني يفديه بروحه. صحيح. عشان سلامة وأمن. صحيح. هذه البلد. صحيح. وأهل هالبلد. الوطن غالي وأهل البلد يعني غاليين، احنا من دم واحد ومن عرج واحد مثل. أيوه. ما نقول، فيعني أكيد اللي مس أي واحد ثاني مسنا كلنا. في بس آخر سؤال يعني قبل ما نختم دكتورة مريم، يتساءل البعض إنه يعني موضوع يعني المخالطين. نعم. يعني احنا شلون نعرف مثلا فلان خالط من، ولا يوم طلع مثلا قعد مع من؟ لكن هناك في يمكن خلينا نقول في سياسة معينة تنتهجها يعني وزارة الصحة لتعقب أثر المخالطين. نعم. يمكن نشر قبل يومين يمكن فيديو توضيحي جدا. نعم. كان جميل، ووصلت الرسالة بشكل يعني سريع، فكيف اليوم يتم يعني تتبع أثر المخالطين؟ طبعا المخالطين احنا أي حالة تطلع عندنا إصابة في أي مكان، في أي يعني نقول في أي محافظة، في أي يعني ما نقول في قرية،
ولا نقول منطقة ولا نقول في مكان، أي حالة تطلع لنا نعم. إحنا على طول في عندنا الفريق اللي هو الفريق الوطني للتصدي نعم. وغرفة العمليات على طول يتابعون هذه الحالة، ونطلب من المخالطين من أهل المصاب أو القريبين منه سواء من أهله أو من العمل معه إنه على طول يتواصلون يعطونهم يعني أرقام التواصل وأي مكان يوصلون له. احنا بعد يعني هذه فرصه ان اوضحها، احنا على موقعنا على الموقع الالكتروني للوزاره حاطين الحالات، فانا اذا شفت حاله يعني مثلا في اي منطقه نعم. من منطقه البحرين فعلى طول وانا اعرف ان انا مخالطها فانا اروح اسوي التحليل يتصل على 444 وهم بيرشدونا شلون بيروح واي مكان اذا بيجون البيت. فاحنا يعني نتمنى من كل يعني هذه يمكن توصيه حق الكل نعم. اذا احد مخالط احد من الاصابات وموجودين ترى احنا يعني هاي الشفافيه ولا بلد صحيح. يعني تشوفين انه يكتبون ان هذه الحاله ودخلت عمرها والاماكن كذلك والاماكن فاحنا نتمنى من الجميع انه هو يتصل على 444 على اساس انه يعطونا التوجيهات ويوصلها نعم. ونتمنى ان يعني ان الناس يعني ما نبغي نقول نخوف كل واحد يقول انا يمكن عندي او لا، انت مو مخالط ولا جاي من سفر عشان احنا يعني يجرى لك الفحص نعم. لكن مثل ما نقول الوقايه خير من العلاج، اخذ الاحتياطات اللازمه لا تطلع اذا ما عندك شيء ضروري اقعد في البيت، أخذ اللي هي التعليمات الإرشادات، غسل اليدين، النظافة الشخصية، لا تختلط، استخدم يعني هذه كلها الأمور. والحمد لله إحنا يعني على ثقة بالمواطن والمقيم في نعم. مملكة البحرين إنه يلتزم بهذه القرارات نعم. وإحنا كل كقيادة وكمسؤولين يعني ثقتنا كبيرة في كل في شعبنا في المجتمع البحريني صحيح. كل فرد صغير نعم. وكبير إنه هو يلبي هذه الدعوة ويستمع لهذه القرارات، وكلها احنا يعني يد واحده نعم. نحن نحافظ ونحمي البحرين باذن الله. انا اشكركم يعني جزيل الشكر والامتنان، شكرا لك دكتوره مريم على يعني هذه المعلومات وكذلك النصائح. فعلا يعني وجود مثل هذه المعلومات بهذه الشفافيه في ذي الوقت مهم ان يعني نقدمها ل يعني ابناء البلد. شكرا لك استاذه ايمان على يعني التوضيح، موجود المخزون ولله نعم. الحمد متوفر بشكل يومي. دكتور علي شكرا جزيلا لك كذلك، واحنا ولله الحمد هناك في خطه ثابته فيما يخص طبعا الجانب السياحي وفي اهتمام كذلك جدي. شكرا جزيلا شكرا. لكم والله يحفظكم ويحفظنا جميعا. شكرا ما قصرتي والله يحفظ البحرين اللهم امين ان شاء الله يا رب. اللهم امين. مشاهدينا يعني عقب طبعا اللي سمعناه وشفناه يعني احنا نشد على يعني ايدي كل جهه مسؤوله في يعني هذه المملكه العظيمه حقيقه، يعني جميع الجهات يعني تضافرت من أجل مكافحة هذا الفيروس، جهود جبارة نشكركم جميعا يعني عليها، ونتمنى من الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين أن يتعاونون ويسهلون يعني العملية، والله إن شاء الله يحفظكم يا رب فرد فرد ويحفظ البحرين من كل شر. نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم.